دونك عسلي مرز بيغ تكون بخير. نقدم لك روحي، ما تعرفنيش، اي رمضان ايتيديون 3 اني ميدسين. واليوم جيت نحكي لك على اهم تجم تقول 3 بوين تخليك تختار لي فيميس كي تحب تكمل في الكورسوس ميديكال، لي فيميس اي كي اي فاكولتي دو ميدسين دو سوس. مي قبل ما نعطيك لي 3 بوين اللي تخليك تختار لي فيميس، خلينا نحكي نعطيك اوفر فيو على الميدسين كيفاش تتقرا. اون فيت هي تتعمل على 3 سيكل، بروميير سيكل فيه عامين، دوزيام سيكل فيه 3 سنين تقرا فيهم اون طونك اكسترن، وبعديك في العام السادس في ديسمبر العام السادس اللي هو شطر يتسمى تعدي كونكور دي ريزيدانا اللي تقعد تحضر له معناها من الصيف للسانكيام وانت ماشي. دونك تعدي كونكور دي ريزيدانا في ديسمبر غادي يولي كاتر فاكولتي مع بعضهم، ومن بعد كاش في جانفي تبدا تخدم اون طونك انترن، انترن معناها طبيب مقيم، وتقعد تخدم حصلو عام كامل هذاك انكلو في الدوزيام سيكل، واللي تطلع الريزولتا تاع ريزيدانا وتختار سبيسياليتي نتاعك، تكملك العام انترن وتدخل تخدم وتكمل معناها تخدم اون طونك ريزيدون اللي هو يتسمى تخوزيام سيكل اللي تقرا وتخدم فيه كطبيب مختص. ليه هذايا الميدسين اون جينيرال. تو خليني نحكي لك على كل سيكل كيفاش نتعداو فيه بالضبط. دونك هو اوتوماتيكمون باش نحكي لك على البريمير سيكل والدوزيام سيكل والريزيدانا. كي جيت باش نعمل فيديو هذايا حبيت ندور اني نعمل كل فاك في تونس كيفاش نوع تقري البريمير سيكل والدوزيام سيكل ولي ديفيرونس بيناتهم. جيت نشوفها نلقى الافكار كلها تخلطت في بعضها ولي ديتاي بكثر وبرشا، دونك انت ماكش باش تستفاد واني باش نعرف نوصل لك المعلومه اكزاكت. دونك اللي باش نعملو واللي قررناه هو اني باش نحكي لك على فيميس كيفاش نقراو، خاطر هذاك اللي اني معناها حطيتو خاطر نقرا في فيميس، وباش نعطيك كلكو ديفيرونس ما بين الفاك ولي زوتر فاكولتي. وانت بعد ما تكمل الفيديو هذي تزيد تكمل الشاشة نتاعك في لي ديتاي اللي باش نحكيهم على القرايه، وتعمل حساباتك وتختار انهي الفاكولتي اللي تساعدك. اول حاجه احنا في فيميس كيفاش نقراو، كيما لي فاكولتي الكل ساعه بروميير سيكل دوزيام سيكل 50 ديكستردان العام الاولى بروميير سيكل 3 سنين ثانيين دوزيام سيكل. باه وقت ريزيدانا نعديوه مع بعض، وكونكور ريزيدانا كونكور كمان بين الفاكولتي الكل هكايا. لي كور نتاعو اصلا خاطين، لي كور اللي نقراوه في الخمس سنين ديكستردان كورات موحدهم منظمين مع لي زوبجيكتيف اللي كاتر فاكولتي يستعملو نفس لي كور. باه هذي حاجه وتهنينا عليها. نجيو تكا للبرومييي سيكل والدوزيام سيكل كيفاش نقراو. اون فيت الحاجتين باش نجاوب عليهم هو كيفاش نقراو وشنو نقراو. بالنسبة للكونتينيو ماهوش باش يختلف برشا على لي زوتر فاكولتي. في البرومييي سيكل كيفاش نقراو، بروميير اني اول حاجة اول ما ندخلو باش نقراو الحاجات جينيرال، يعني باش نقراو الاناتومي جينيرال، الفيزيولوجي جينيرال، الهيستولوجي معناها كيف كيف جينيرال، امبريولوجي، فيزيولوجي، هم كلهم معناها لي سيستيم الكل كي مع بعضهم يتقراو دو فاسون جينيرال باش نعطيوك البيسكس تاع الميدسين معناها. دونك هذه في البرومير اني. اخر البرومير اني نقراو حاجه اسمها سيميولوجي. السيميولوجي هذه هي كيفاش انت تداوي الباسيون بالعربي، معناها مش يجيك باسيون عنده كذا وكذا باش يقول لك انت باش تعملوا ليكزامان كلينيك، كيفاش باش تعمل انتروغاتوار، شنو باش تسالو، كيفاش باش تحكي معاه، هذاك الكل. دونك برومير اني نقراو برشا حاجه جينيرال في تيوري وبرشا حفيظه وكل شيء، واخر العام ناخذوك الاوفر فيو على السيميولوجي. دوزيام اني كي نمشيو دوزيام اني نوليو باي ذا واي وستاجات بتاع البرومير اني عندنا ستاج سكوريزم وستاج سوا انفيرمي اللي هو في اخر تريمستر في العام. في الدوزيام اني نوليو نقراو السيميولوجي، الساعة نوليو نقراو باغ سيستيم، معاش نقراو الاناتومي جينيرال فيزيولوجي جينيرال، لا نوليو سيستيم باغ سيستيم. مثلا اول بلوك باش نقراو سيستيم كارديو فاسكولير، سيستيم ريسبيراتوار، يورينير، هذوما نقراوهم سيستيم فيه، تلقى كل سيستيم فيه اناتومي فيزيولوجي هيستو امبريو، وتلقى فيه في الاخر سيميو. سيميو هذه كيما قلت لك لابيليتي كلينيك، كيفاش باش تعمل مع الباسيون، كيفاش باش تحكي معاه، وتدخل فيها شويه دي باثولوجي، خاطر في البريمير سيكل ماناش باش نقراو لي باثولوجي الكل، لي باثولوجي الكل تقراو في الدوزيام سيكل. في البريمير سيكل نقراو تو سكي نورمال، فيزيولوجي نورمال، اناتومي نورمال، هذاك الكل، وكشويه سيميولوجي في كل تيم معناها في كل سيستيم نقراو فيها مثلا دي سامبتوم، مثلا في لاباري ديجيستيف نقراو ايموراجي، دولور ابدومينال، معناها حاجات جينيرال برشا، جوست انت باش تبدا تكتشف شنو هما لي باثولوجي وكذا وكذا. الاربعاء نتعداو على ستاج، كل جمعة باش نتعداو على سيرفيس، لين نوصلو نتعداو على السيرفيس الكلي كيف دوزيام اني، كل سيرفيس نتعداو بيه نهار. في دوزيام سيكل نوليو نقراو لي باثولوجي الكلي كي ونقعدو باغ سيستيم زادا، مثلا التروازيام اني واللي هي تتسمى أكثر عام معبي في الدوزيام سيكل، يعني هذي هي بوان دو ديفيرونس ما بين فاكنا ولي زوتر فاكولتي، إنه احنا التروازيام هي أكثر عام معبي وأكثر عام معناها شارجي، نقراو فيه شيرجي، نقراو فيه ميد 1 ميد 2 هاذوما فيهم تو سكي كارديو فاسكولير، بيلمونير، ديجستيف، نورو، الحاجات المعبية معبية كلها في تروازيام اني. كاتخيام نقراو جينيكولوجي، بيدياتري، وبسيكياتري.
و 5 معناها جوست تقعد ديرماتو معناها ديما تخفف على الاخر باش نخلطو نكملو بكري نقعدو نحضرو للريزيدان دونك هذه بوان فور في الـ في الناس في الدوزيام سيكل نعملو استاجاتنا كل يوم الصباح كنت تمشي تقرا الصباح عندك ستاج في كلك سوا في فرحه حشد ولا في سهلول والا في القروان والعشية تقرا في الفاك عادي سيغنون ستاج في الدوزيام اني والا في الدوزيام سيكل انا مش احنا نختارهم الفاك تختارهم يعني هي الفاك تقسم تعمل ريبارتيشن تاعها وتهبط لنا ريبارتيشن وكل حد افكتي في الستاج اللي هو فيه هو علاش الفكره هي قلتها خاطر اون فيت ماشي معني تيران دو ستاج عندك سهلول اللي هو درجين من الفاك تاخذ لواش تمشي سهلول معناها العباد اللي تحب الترانسبور وكل شيء وكانك على حشيد راهو لاصق الفاك بيناتهم باب باهي بالنسبه للستاجات اللي في القروان باسكو القروان يسمى تابع معناها اوبيتو اوبيتال يونيفرسيتير معنا نمشيو نقراو فيه ما نقراوش فيه كل شيء كان مثلا سني عملت فيه يورو يعمل فيه بسيكياتري اما مش على طول معناها جوست جمعه ولا جمعتين وعندك سي اس بي اللي هذايا كان مستوسط معناها اليوم موجودين في القلعه في حمام جوسه ومتعدوا بيه جمعتين هكا وزاده بيسكو عندنا كان لي دو تيران دو ستاج في مايل فات ما تستحقش انها تعمل لنا ريبارتيسيون باغ اوردر نتاع موين ولا رو ولا حاجه هذوكم هما لي دو تيران دو ستاج الناس الكل باش تتعدى عليهم كيف كيف دونك جوست هي تعمل ريبارتيسيون البوان هذيا مش كيف كيف هي مثلا في تونس في تونس اللي نعرفو انه فما برشا دي تيران دو ستاج ويبعدو برشا على السيكريتي بون يختلف في البعد من يعني من سبيتار لسبيتار دونك معناها التلامذة تتنافس على انها تجيب رون خير تجيب موين خير باش تتفك تا خاطر لافيكسيون في الستاجات تصير حسب الموين حسب الرون تاعك دونك الناس الكل تتنافس باش تجيب احسن موين باش تختار احسن لي سيرفيس باسكو زادا ما يتعطيش على السيرفيس الكل حسب معلوماتي و دونك حصلوا فما كومبيتيسيون في الشوا نتاع لي ستاج هذا بالنسبه للفرق بين تونس وتونس باه دونك كيما قلت لكم الترانسبور ما يتعبش جنة في سوسة يعني اصلا عايشه في سوسة ونمشي نجي كل يوم بالواجهات وبين سهلول وحشاد وسافا اكسبتابل باغ كونطخ تونس المعروفه لها انه باش تتعب في الترانسبور دونك ياما ماذا بيك كرهبه بس في اللي حكيته هذا الكوليكا لي بون دو ديفيرونس ما بين فاكنا ولي زوتر فاكولتي انه كيما حكيت انه سيميولوجي مثلا احنا نقراوها 3ام تريميستر في البريمير اني ثم دوتر فاكولتي يبداوها في الدوزيام اني ولا ممكن في الدوزيام سيميستر في الدوزيام اني وكونسيرنون الكونتوني نتاع الحاجات اللي نقراوها والفرق بيناتنا ولي زوتر فاكولتي هو مثلا باغ اكزومبل الاناتومي احنا في البريمير اني كيما قلت نقراو اناتومي جينيرال نقراو مع تبي اوستيولوجي تبي اوستيولوجي هذا معناها نقراو على عظام حقيقية بونز ومعناها ونعديو عليهم التبي مع الاناتومي اللي هي كل سيستم تعديو عليه شوية جنراليتي وكهو في الدوزيام اني بس كنا نزلنا في النورمال باش نقراو سيستم لوكوموتور بخلاف الاناتومي متاع كل سيستم نقراو معناها ماتير واحدة اسمها سيستم لوكوموتور فيه لي ميوسكل لي انسيرسيون الفاسكولاريزاسيون ولا معناها لي انسيرسيون والارتيكولاسيون والشي هذاك الكل ونعمل معاه تبي اللي هو على لي كادافر انا عندنا دي كادافر في الفاك نقراو عليهم لي ميوسكل والنيرفاسيون والحاجات هذيك الكل باخوط في دوتر فاكولتي بيسكو يقراو باغ سيمستر ديال البانكنجر يقراو الاناتومي كلها اللي احنا نقراوها في ميل جيم هما يقراو كلها مع بعضها دونك هذه يخليها الشارج تكون اكثر ويعديو عليها فرد اكزامان دونك اوتوماتيكمون باش تكون اصعب دونك انا نراها البون هذه حقيقه باهي خاطرك انت كي تدخل في ميلاني ديجا تلقى الاناتومي كيما اني لقيتها في ميلاني فاكي الاناتومي ديك وحده تمشي تتفجع معناها مع تبي لوستيو اللي هو يتعدى معناها في الدوزيام اني هانك باش تبني على اللي قريته عن ناول دونك فما في دماغك دي طون اللي باش تخليك تستوعب وتبدا يعني تبدا تحفظ وكل شيء دونك جو فوا انه هذه بوان فور في دوتر ماتيير بريس كيف كيف تقراو ما فماش فرق كبير جوست هما مثلا يقراو باغ سيستيم ممكن من البروميير اني واحنا كيما قلت لك جينيرال بروميير اني دوزيام اني كونش ندخلوا في لي سيستيم وكل سيستيم معاه شويه سينيور كونسيرنون دوزيام سيكل كيما قلت لك احنا تروزيام هي اكثر عام معدي عن الكاتريام شويه و سانكيام خفيفه دوتر فاكولتي باش تلقى تروزيام هي خفيفه الكاتريام ممكن معدي برشا وهي و سانكيام دونك الحاجه هذه عملتها فاتنا باش تخلي الوقت ريفيجن تاع ريزيدان يكون الماكسيموم مطول معناها دونك سانكيام انا خليتها اخف حاجه نكملوا بكري معناها ونبقاو تقعد لنا هذيك بلوس الوقت ريفيجن للريزيدان
الحقيقة ما عنديش دات اكزاكت وقتاش نكملوا احنا وقتاش لي زوت فاكولتي يكملوا، اما المتعارف عليه انه فاكت نكمل اول واحدة معناها عكس العوامل اللي قبل كونسيرنون لي تخوا بوان اللي قلت لك عليهم باش تختار معناها على خاطرهم لفيكس. دو بوان مهمين اللي هما كونسيرنون السيستم تاع القراية، عندك السيستم بار تريمستر والكونترول كونتينيو. ان فيت كيفاش احنا في تونس معنا كات فاكولتي، ثلاثة فاكولتيات الاخرين يقراو السيستم بار سيمستر معناها العادي يقسموه على مرتين يقراو منعش قداش من سمين الحقيقة، وبعد عندهم بريد دو ريفيزيون وبعد بريد دو اكزامان. احنا العلم في عمرنا نقسمو على مرتين نقسمو على ثلاثة، دونك عندنا 3 تريمستر كيما كنا نقراو في الليسي وفي الكوليج الكل، وعندنا 10 سمين حصة القراية وبعد كاش اون سمين دو ريفيزيون اون سمين دي اكزامان. بعد نكملو سمين دو اكزامان نرجعو نقراو عادي معناها. الحاجه دي فيها دي بوين فيبل دي بوين فور. بالنسبه لي بوين فيبل نبداو بها انه احنا نرجعو اول عبيد ربي، يعني نرجعو مثل لي 29 أوت ل 30 أوت جماعة البريمير هذوكم يعملوا 3 ايام انتجراسيون يفرحوا بيهم وكل شيء، اما دوزيام ودوزيام سيكل نرجعو نقراو طول نرجعو نسجلو طول معناها ونكملو اخر عبيد ربي في العوامل العاديه لما نحكي بريمير سيكل وتروازيام كاتريام نكملو اخر عبيد ربي. علاش؟ خاطر العام كيفاش يتقسم على ثلاثة وحشتنا في كل تريمستر نعملو 10 سمان، دونك اوتوماتيكمون العام لازم يتجب معناها يطوال باش نجمو نكوفريوهم لي 10 سمان في كل تريمستر وما نمسوش لي بري ما نمسوش العطل. معناها احنا بخلاف بيريود ريفيزيون جمعة نقعد ناخذها قبل الاكزامينات ناخذو عطلة الشتاء وعطلة ربيع كيما في الليسيات كيما معناها نطلعو معاهم. هذه حاجة باهية انه العطل قعدو لنا عطل باركونت في دوسخ فاكولتي مثلا العطلة ديسمبر باش نلقاها بيريود ريفيزيون كونش في بالي في صفاق يعديو قبل ديسمبر وبعد جانفي يبداو سيمستر جديد، اما في بالي في تونس وفي المسير عطلة ديسمبر هي بيريود ريفيزيون. احنا نو معناها بيريود ريفيزيون هذيك وحدها خاطئة. باه هذه بوان فيبل بوان فور في العطل. البوان فيبل الاخرى انه احنا جوست نكملو نعديو نهار الجمعة نهار السبت عادي نهار الاثنين ترجع تقرا وترجع تسترجع ترجع تلقى بريتيست والحاجات هذيك الكل، دونك غيالمون عندك ويكاند باش تعمل فيه بوست اكزام ترتاح تتنفس جينيرال مولا بيت كل ترقد فيه وكهو معناها بعد في العطله ترتاح على روحك. وهو صحيح احنا نرجع نقراو اما راهو غير الموقع كي تجي للواقع ما يقرا فيها حتى حد جماعتنا هكا ما حتى حد معناها ليترلي حتى حد كوش كابتين هكا كهو. الحاجه الباهيه الثانيه شنو هو انت الشارج اللي باش نقراوها على عام كامل يوم ما تتقسم على مرتين ونعديو عليها اكزامان برك اكزامان برك معناها اللي يقراو باغ سيمستر ما عندهمش كنترول كونتينيو باش نحكي عليه شويه اخرى يعديو مرتين برك في العام. احنا نعديو ثلاثة مرات خلاف كنترول كونتينيو دونك مش شارج في عمرنا باش تقسم على اثنين تتقسم على ثلاثة، دونك اوتوماتيكمون باللي باش تكون معناها شارج كبيرة تبقى اخف من انك تقسم على اثنين، واللي هذه حاجة تعمل فرق كبير على الاخر لجماعة متين كل كور بحسابه معناها. اونيتمون اني كان مجاش التقسيم تاع لي تريمستر وشارج اقل منعرفش كيفاش كنت نعمل الحق. هو كيكا والواحد بريود ريفيزيون يعدها ليترلي مقصور نبداو ريفيزيو حتى قبل الجمعة هذيك نبداو ريفيزيو حتى من قبل ساعات طوال جمعة ريفيزيون طوال جمعتين. ان فيت بون لو بوان فور بالنسبة لي زوتر فاكولتي واللي هو بوان فيبل بالنسبة لفاكولتي لأنو احنا عندنا جمعة برك بريود ريفيزيون. جمعة برك هذيك بريود ريفيزيون حقيقة تكفي للناس الكوليكي ونجحنا وكل شيء، أما زوتر فاكولتي بيسكو يقراو باغ سيمستر ياخدو جمعتين حتى يوصلو يعطيهم ثلاثة جمعات بريود ريفيزيون ويبقاو جمعتين ولا ثلاثة يعدو فيهم لي زيكزامان. حاجه اخرى باسكو احنا نقراو باغ تريمستر ونقراو كل ماتير وحدها ما نحكيش على دوزيام سيكل تو نحكي بروميير سيكل. بروميير سيكل نعديو كل ماتير وحدها مثلا انت باش تعدي اناتومي وحدها فيزيولوجي وحدها دونك كل نهار عندنا اكزام دونك انت تقعد جمعه تريفس والجمعه اللي بعدها تقعد كل يوم عندك اكزام. الماكس نتاعنا ان نعملو بون ما بينات دوز اكزام كبار مثلا نعملو بيناتهم نهار راح كاو هذاك الماكس نتاعنا معنا. باغ كونتر دوتر فاكولتي يعديو باغ سيرتيف والا باغ سيستيم من البروميير سيكل في بالي ياخذوا معناها بون كبيره تلقى ما بينات هما بيسكو اصلا عندهم باغ سيرتيف دونك اقل منا ماتيريت ام وبريود ريفيزيون بيناتهم اطول دونك هما عندهم مارج اكثر معناها في بريود ديكزامون بريود ريفيزيون. بهذي بوان احنا بالنسبه للدوزيام سيكل في الفي ام اس عنديو البلوك كامل مع بعضه معناها انت تقرا شيرجي باش تقرا فيها سته مثلا سته سيرفيس تاع شيرجي سيس ماتيير تاع شيرجي اورثوبيدي يورو نورو شيرجي كاردو فاسكولير دونك حصلوا فما سته دي غران ماتيير معناها تعديهم كلهم اكزام برك يعني انت يجيك اكزام شيرجي تلقاه مخلط معناها من نورو شير للريانيماسيون للليمينير للاورثو في كل شيء. Par contre, pour le deuxième
سيكل لي زوتر فاكولتي عادو بار سيرتيف كيما في البروميير سيكل الكارديو فاسكولير وحده الريسبيراتوار النمو وحدها الديجستيف وحدها دونك الوحده وحدها مالا هذه بوان بي انه احنا في الدوزيام سيكل عندي اكزام برك اكري نحكي اكري اكزام برك اكري في كل شيء واكزام ايكوس اللي هو اورال يعني انت تاخذ ديكا كلينيك وتحاول انك تجاوب عليهم اورالمون هذه اول بوان ما بينات لي فاكولتين واحنا نقراو باغ تريمستر وما يقراو باغ سيمستر الحاجات اللي قلتهم كتبهم في ورقه وشوف انا هي اللي تساعدك خاطر فاس تريمستر تساعد العباد اللي تحاول انها تكون انجور وكل شيء مع الكونترول كونتينيو هاو جايين خاطر مشيو مع بعض اللي يقراو باغ سيمستر يلمو كونتيتي كبيره دونك ياخذوا بريود ريفيجن اكبر وعندهم راحه معناها اطول وصراحه من بريود دو ريفيجن اطول ويلمو كونتيتي كبيره مع بعض دونك انت شوف انا هي اللي تساعدك اكثر به الفاست تريمستر ما تجمش تكمل الا ما تكمل معها فكره الكونترول كونتينيو واللي هو الحقيقه موجود معنا حسب معلوماتي موجود كان في الفاميس واش مال الكونترول كونتينيو احنا في الاكزامان عنديو على 20 به لي زوتر فاكولتي كي يجيو باش يعديو الاكزامان يعديو الاكزامان فينال على 20 دونك يعديو بار سيمستر دو اكزامان في العام كهو احنا في الفاميس عندنا حكايه En fait, j'ai l'arqué, ou un, un contrôle continu. La chérie n'a dit que n'est-ce qu'on a 6 points. Khadr, ou un petit bêche matéhche contrôle. Fait aïe, examen, laisse-moi que tu bâques terminer 7. Ou je t'en jure, que tu bâques terminer 10. دونك اكسيت هذيك اللي العباد تخاف منها باش ما تطيحش كونترول في الاف ام اس عاملينها كونترول كونتينو شنو هو الكونترول كونتينو ان فيت دي تيست صغار على دي تيست صغار معناها دي تيست على كل تيست تلقاها على كور معين نقراو في وسط العام ونعديو عليه حصل يا اما بري تيست يا اما تيست في شكل تبيل التبيل هذا اسمه تيم بيسك ليرنينغ معناها تيست نفسه نعديوه انديفيديوال وبعد نعديوه اون جروب وفي اخر السيونس صلحونا البروف مع بعضنا نخدموه معنا اما هو نفس التيست بنفس الاكزام على نفس الكور نعديوه تبيل دونك تبيات بريتيست فما زاد كلاس انفيرسي انه في عوض البروف يقدم كور احنا نقدموه ونعمل معنا بريزونطاسيون ولا كاكلينيك ولا حاجه والبروف ينوت البريزونطاسيون هذيك والا دي بروجي دي فيديو معناها برشا الحاجه ثم حتى ني بلوك ني بلوك معناها احنا قرينا 5 سمان نعديو ني بلوك على لي 5 سمان اللي قريناهم هكا معايا ويقعدوا حتى لي 5 سمان اللي في كابل نقراو فيهم البري هما اللي نعديو فيهم ليكزامان فينال بهذه الكنترول كونتينيو معناها شنو الشك نعديو فيه وبعد كي يلموا لي تيست هذوكم الكل لي تي بي كل شيء ويحط معناها ويعطيونا نوت على 6 النوت هذه تدخل في النوت بتاع ال 20 بتاع اخر اكزام فينال الكنترول كونتينيو هذه معمول بالرسمي فاصون يخليك تقرا اجور ويخليك معناها تبعد على ريسك باش ما تطيحش كنترول اللي هو انت تسمع في الدوتر فاكولتي انه ما تطيحوا برشا كنترول باش حتى يعاودوا العام احنا في الاف ام اس مرتاحين منه وبيرسونيلمون كان في الكنترول كونتينيو ما نعرفش انا عام كنت باش نكون الحق سورتو انك تدخل بروميير اني تلقى البيوشيمي والبيوفيزيك والاناتومي وتبدا انت مفجوعه الوغ لا كان كريو كيفي من مارس ما نسيت حتى حرف وبعد تدخل في سبتمبر تلقى روحك عندك كتس كورات واناتومي وكور وفجورة كور ما تعرفش علم كيفاش يتكدس ويجري الوقت دونك تلقى روحك برسمي سورتو من الاول الناس كلها تتعب اول عام وسورتو اول بلوك ماتين الناس كلها تتعب جام انا بالكونتيتي وهذاك الكل الكنترول كونتينيو هنا يبعدك على ريسك تقعد تريبس اجور كوراتك تخدمهم اجور خاطر لي تيست بريسك كل يوم معناها بريسك كل يوم وتنقذك معناها من الريسك انك تطيح كنترول تخفف عليك حتى شارج ليكزامان فينال في الدوزيام سيكل يقعد عندنا كنترول كونتينيو يولي الفان هذيك اللي يعني الفان نوت فينال مقسوم على اربعة مش على ثلاثة مش على زوز يدخل فيها النوت دو ستاج دونك العشرة هذيك مقسوم على عشرة 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 ستاج وعشرة تيوريك ستاج في 3 بوان على لي ريسي اللي تخدمهم في المعنى اللي كات كلينيك اللي تعملهم اوبزرفاسيون وتعطيهم للتيتور نتاعك باش يصلحهم هذوكم 3 بوان و 7 بوان الاخرين ليكزام ايكوس اللي قلت لك يعطيو فيه ديكا كلينيك وانت تحاول تجاوب اورالمون وتتعدى بقداش من ستاسيون مش ستاسيون واحد دونك هذه هي ليكوس في دوزيام اني والعشرة الثانية فيها 3 بوان كونترول كونتينو و 7 بوان ايكزام فينال يعني من جهة الكل تنجم تلم بوانتك وما تحش كنترول والحاجة دي بالحق معاونة للعباد الكل وحتى مخلية يعني النتائج تكون خيرة دونك ركاب للي دو بوان هذو مايا قراو باغ تريمستر وعندنا عطلة ديسمبر وعطلة مارس ناخذهم عطل وعندنا كونترول كونتينيو دونك تقرا اجور تحضر في لونفييت وحاجة أخرى ما حكيتش عليها هي سيستم القراية والبريزونس معناها في الاف ام اس لي زوتر فاكولتي يعتمدوا أكثر نظام لي زونفي معناها من غير بريزونس اونفي تلقى بروف يفسر والبروموسيون كاملة كلها حاضرة
باغ كونطخ في الفي ام اس بي كان عندنا كونترول كونتوني، دونك مش عندي دي تيست ما نعديهمش في انفي، ما نعديهمش في برومو كيم، لا نتقسموا على دي جروب صغار. لي زونفي pratiquement في البريمير سيكل فما شويه ديما، فما شويه دي زونفي في البريمير سيكل، اما الاغلبيه نقراو معنا الحاجات او دي ودي معنا جروب صغير في ساله وبالبريزونس، دونك يشبه اكثر السيستم ايكول. في الدوزيام سيكل براتيكمون ما عندناش دي زونفي في هذه برومو كي، ما يكونش حتى كي يحطوا انفي يتحطوا تروا جروب برك، معناها خاطر ديجا مقسمين على ثلاثه وكل ثلاثه مقسمين على ثلاثه. المفيد مش مشكله انه احنا اللي حابين نوصلوا انه احنا ما عندناش دي زونفي، دونك انت ما عندناش دي زونفي برشا كيما الفاكولتيات الاخرين، دونك انت لازمك تحضر خاطر الحضور بالبريزونس والكوتا دابسونس ماهوش طالع برشا، يعني انت عندك حق في ابسونس في زوز في كل ماتير مثلا، والبروف يجم يفسركم المعلومة أكثر، تجم تسأل تجم تناقش حتى كيف تعملوا كلاس انفرسي تلقاه جروب صغير. دونك الحقيقة الفازة دي مخلية هي صحيح من جهة تحد لك على الحرية متاعك، خاطر كي باش تقرا دي زونفي وما غير بريزونس تجم تقعد تمشيش حتى الفاك أصلا معناها وتقرا وحدك وتو ابرونتيساج. باغ كونطخ احنا كيف نستعملوا لي زودي مع لي زوتو ابرونتيساج، معناها انت كيفاش تمشي بالكور ماذا بيك تكون قاري الكور قبل، إذا كان ما عندكش بريتيست الساعة اذا كان عندك بريتيست معناها باش تقرا، اذا كان ما عندكش بريتيست مش تمشي، دو بريفيرونس انك تقرا الكور قبل ما تمشي، دو ان تكون اجور ليك، دو تو البروف يعرف يفسر لك حاجات اكثر افونسي ويجاوبك على الاسئله اللي باختي ماهمش ظاهرين في الكور ماهمش مفهومين بالباهي، معناها تعملوا ديكا كلينيك، معناها يخليك تربح وقتك باش انك ساعه تسال تحكي مع البروف فاصون قريبه معناها وتسالوا على الحاجات اللي تحب عليهم. وديما كان فما عندك اي ثغره في الكور مش فاهمها ولا حاجه، لي زودي ولي زودي فما معناها انسيمون فورميل ولا دبيجي نغطيهم، معناها حتى في لي تبي زيت نخدموا دي تيست ونخدموهم انديفيديوال نخدموهم اون جروب، من بعد كي نصلحوهم كي نصلحوهم لي كيسيون حتى معناها يخليوك عندك نظره للبعض ليكزامون كيفاش باش يجيك شو ما لسه عرفت تسال عليهم معناها، وتخليك تحفظ حتى لي ديتاي قب على بكري. دونك بالرسمي اون جينيرال السيستم في الفيمس يخليك دو ان اجور، دو دو ما عندكش ريسك باش تحكم كونترول، دو تخوا الفورماسيون خير خاطرك باش تكون قريب للبروف اكثر باش تنجم تسالوا على راحتك اكثر، وباش تخليك منظم معناها تقرا اجور حتى لو كان انت ما تحبش تقرا اجور كيف يعني، اما باش تقرا اجور باش تثنى عليك معناها. هذا البوان اللي تساعد العباد اللي تحب تمشي منظمه وبعيد على الريسك وكل شيء. فما عباد تقول لك لا يا خويا اني نحب نقرا فونفي ما تلوش عليا نحضر ولا ما نحضرش في الفاك تو نتخسر الجمعه تو نتخسر يا ربي شهر وكهو معناها وننجح كيما ننجح ما مش مشكله معناها. وكل حد وكيفاش، انت قيس على روحك شوف ايه هي الحاجه اللي تساعدك واختارها. باهي تو نجيو الاهم بوان برسمي اهم بوان، يعني كونترول كونتوني مهم، التريمستر والعطل والاجواء هذيك الكل مهمه، اما برسمي اهم بوان تخليك تجي للفيميس هي الكوب انجلي اللي كلكم سالت عليه وكيفاش كورسوس انجلي يتقرا في الفيميس.